كل آوينة إن الصلاة لجزء من محبته. اللهم صل وسلم على نبينا حبيبنا. تعجب الخلق من دمعي ومن آلامي، وما دروا أن دمعي صغته بدمي. أستغفر الله ما ليلى بفاتنتي، ولا سعاد ولا الجيران في أظمي، لكن قلبي بنار الشوق مضطرم. أف لقلب جمود غير مضطرم، منحت حبي خير الناس قاطبة، منحت حبي خير الناس قاطبة، برغم من أنفه لا زال في الرغم. يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم. شهم تشيد به الدنيا برمتها على المنائر من عرب ومن عجم. أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكاس والصنم. نفضت عنها غبار الذل فاتقدت، وأبدعت وروت ما قلت للأمم. شهم تشيد به الدنيا برمتها على المنائر من عرب ومن عجم. أنت الشجاع إذا الأبطال ذاهلة، والهندواني في الأعناق والأمم. طعامك التمر والخبز الشعير، وما عيناك تعدو إلى اللذات والنعم. تبيت والجوع يلقى فيك بغيته، إن بات غيرك عبد الشحم والتخم. الله، نهايتها نهايتها نهاية القصيدة كان يقول: يا ليتني كنت فردا من صحابته، أو خادما عنده من أصغر الخدم. غنى فؤادي وذابت أحرفي خجلا، ممن تألق في تفجيله كلمي. يا رب لا تحرمني من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. صلى وسلم عليه يا شباب. هذه لأحمد شوقي؟ هذه يقال انها لأحمد شوقي، ما ادري عاد. والله المصايب الرسول عليه الصلاه والسلام يقال. والله شباب صراحه انا عندي شكرا لك يا شيخ.